مباراة الاتفاق والعدالة في الجولة 30 من دوري روشن السعودي. لكي تشاهد المباراة معلي فضل الله في زرادة وكسر بقنيت، وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب برنس عبد الله بن جلوة سبورت سيتي ستاديوم. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة اس اس سبورت اكسترا اتش دي 2 الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الساعة الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضربكم موعد في موعد قادم.